تليفون دكتور أمل عبد الوهاب الجهادي السابق، أهلا بك معنا. من هو نمر النمر سيدي؟ طيب دكتور أمل حضرتك معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا بحضرتك. كنت بسأل حضرتك من هو نمر النمر؟ والله بس قبل ما أتكلم عن النمر النمر، أنا بس أحب أن أتحدث عن أمر في غاية الخطورة. اتفضل. إذا كان المجتمع الدولي حريص كل الحرص على مكافحة الإرهاب والإرهابيين، فلماذا الكيل بمكيالين؟ أنا أتعجب حينما أجد انتقادات الأمين العام للأمم المتحدة وممثل الاتحاد الأوروبي وينتقد تنفيذ حكم الإعدام في أحد الإرهابيين ذات النشاط الإرهابي المتميز في الشرق الأوسط. نحن الجميع يعلم أن يوجد مخطط أمريكي في المنطقة لتقسيم المنطقة بأكملها، وهذا المخطط الأمريكي قد نجح إلى حد ما في العراق وسوريا واليمن وبعض الدول، والكل يعلم أن المخطط الأمريكي مستمر في مصر والسعودية وما شابه ذلك. حينما تواجه هذه الحكومات، سواء الحكومة المصرية أو الحكومة السعودية، الإرهابيين بإجراءات عنيفة ضد هؤلاء الإرهابيين الذين يطلقون شرارة الفتن الطائفية، فلماذا إذا تنتقدي الأمم المتحدة ولماذا إذا تنتقدي الاتحاد الأوروبي؟ أليس الأمم المتحدة يعلم رسميا مكافحة الإرهاب؟ فكان أولا بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الدول التي تتحدث عن مكافحة الإرهاب أن تدعم الحكومات التي تتخذ إجراءات واضحة وجريئة تجاه هذه الإجراءات. عندما تحدث عن نمر باقر النمر، ونجده أنه رجل أحد الزعماء الشيعة في السعودية الذي يدعو إلى الفرقة والذي يدعو إلى الانشقاق والذي يدعو إلى التقسيم داخل المملكة العربية السعودية، هذا الرجل الذي يتحدث عن انفصال المنطقة الشرقية بأكملها عن السعودية، هذا الرجل الذي يريد أن الذي ينفذ الأجندة الأمريكية والذي يريد أن ينفذ الأجندة الأمريكية برعاية إيرانية. تقسيم المملكة العربية السعودية تقصد؟ نعم. تقسيم المملكة العربية السعودية؟ نعم، هو كان يدعو إلى تقسيم المملكة العربية السعودية، كان يدعو إلى انفصال المنطقة الشرقية التي يسكنها الغالبية الشيعية تماما عن المملكة العربية السعودية، كان يريد الانفصال، وهذا هو المخطط الأمريكي في السعودية تحديدا، وانفصال المنطقة الشرقية تماما عن المملكة العربية السعودية لتكون الدولة داخل الدولة. شأن ما ترتكب الولايات المتحدة الأمريكية الجريمة البشعة لتقسيم العراق وتقسيم سوريا وتقسيم اليمن، وتريد أن تقسم مصر والسعودية وباقي الدول، هذا المخطط كان نمر باقر النمر، كان أحد رموز هذا المخطط في المملكة العربية السعودية. وحينما تعتقل المملكة العربية السعودية باقر النمر اتهامه بشعار الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة في السعودية، وهو اتهام صريح علمه صراحة في كذا محفل، حينما يعلن شماتته في وفاة عندما يعلن شماتته صراحة في وفاة وزير الداخلية السعودي عن صراحة، وحينما يعلن تأييده وشماتته في وفاة وزير الداخلية السعودي، هذا أمر مثير للجدل. وحينما يعلن بالانفصال المنطقة الشرقية عن السعودية، هذا أمر مثير للجدل. وحينما يعلن تأييد الحوثيين في اليمن، هذا أمر مثير للجدل. وحينما يعلن تأييد الشيعة في العراق، هذا أمر مثير للجدل. كل هذه الأمور حينما يتم محاكمته بها بتهم إشاعة الفتنة الطائفية في السعودية، ويتم الحكم عليه بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام كأحد الإرهابيين الذين ينالون من وحدة الوطن، المجتمع الدولي بأكمله يستنكر ويدين. أمال هم عايزين إيه بالظبط يعني؟ إحنا عايزين نقول إحنا عندما نريد أن نكافح الإرهاب في الشرق الأوسط لابد أن نكافح كل الداعين للإرهاب، وإن الفتنة الطائفية في كافة الدول العربية هي نوع من أنواع الإرهاب. حينما يدعو رجل إلى الانفصال والخروج على الحكام، الخروج المسلح على الحاكم في السعودية، شأن الإرهابيين الذين يدعون إلى الخروج المسلح على الدولة المصرية في مصر. تمام. شأن الدواعش إطلاق يعني. ما هو الفرق بين رجل يدعو إلى إشاعة الفتنة الطائفية في السعودية ويسعى ويدعو إلى انفصال المنطقة الشرقية عن السعودية، وبين الدواعش الذين يفجرون المساجد ويقتلون الناس في كل مكان؟ شكرا جزيلا دكتور أمل عبد الوهاب الجهادي السابق.